ايه ده؟ مش انت اللي كنت في الشركه السوق؟ الله، واضح ان الموضوع اعجاب بقى ولا ايه؟ انت مش كنت تقولي انك معجبه؟ وبعدين هنعمل ايه في المصيبه دي دلوقتي؟ بس نوصل الاول وبعدين انا عندي ترتيب كويس. ممكن اعرف انا فين وانت عايزه مني ايه؟ طيب ممكن تهدي بس شويه؟ انت شايفاني مجنون وبكسر في البيت. اسكت بقى، اسكت لغايه لما نعرف هنعمل بيك ايه. هو انا وقعت في عربيتك؟ ده انت اللي خطفاني. مين دي؟ مين دي؟ خدت منه الموبايل وقفلته. انتوا خاطفيني عشان تتكلموا في الموبايل؟ نابوكوا على شونه، ما فيهوش رصيد. احنا محتاجين لك في مسألة إنسانية. وإيه علاقة السكينة بالإنسانية؟ ارمي السكينة يا سالي. إيه ده؟ احنا آسفين قوي على الطريقة اللي سالي جابتك بيها، بس أنا واثقة ومتأكدة إن أنت هتفهمني وتحس بيا. أحس بإيه بالظبط؟ أنا ملك بنت أدهم الشاذلي. إيه؟ صدق اللي قال ابن الكلب عوام. معلش، معاك حق. أنا عرفت إنه بهدلك وطردك من مكتبه زي الكلب، وهو السبب برضو في اللي أنا فيه دلوقتي، بسبب بخله وجشعه. أنا عجزة زي ما أنت شايف، ما بقدرش أجيب لنفسي حتى كوباية المية. عارف، أنا من سنتين بس كنت أقدر أجري، أمشي، أقف، أتنطط، أرقص، أركب عجل. في يوم من الأيام كنت مسافرة اسكندرية عشان أفتح الملجأ بتاع الأيتام، ولما حسيت إن أنا هتأخر عن الميعاد سقت بأقصى سرعة. ما تهدلنا النور ده شوية لو سمحت، ما تأخذنيش. يا العروسة اسمها إيه؟ سالي. طب شوية شاي بلبن. ماشي. كنت ماشية على 220 وفجأة لقيت قطة بتعدي الطريق. قطة؟ وكان في بنت صغيرة بتجري وراها وكانت بتعيط، فما كانش قدامي غير إني أحود بسرعة، فالعربية اتقلبت بيا، وكل ده عشان أنقذ البنت طبعا. طب والقط؟ راحت ضحية البنت، ومن ساعتها وأنا فاهم مشلولة، وما بقاش ليا في الدنيا دي غير الكرسي ده ولا هيدفون ده عشان يسليني. طيب انت عايزة مني ايه بالظبط؟ هفهمك، في عملية لو عملتها ممكن امشي تاني. وانت عايزاني انا اعملك العملية؟ لا، انا عاوزة فلوس. مني انا؟ انا اخر 200 جنيه كنا هننجز بيهم البيت، وبعدين انا لسه من شوية. اصبر شوية. ايه ده؟ انا اسفة قوي يا رشدي، اصل على قد بابا ما هو غني على قد ما هو بخيل. تخيل يا رشدي مش عايز يدفع لي تكاليف العملية. اخس. ايه ده؟ طيب انا برضو وضعي ايه في رحلة العلاج دي؟ انا مش فاهم. هفهمك، احنا لو ما كانتش ضايقك يعني احنا فكرنا انك تخطفني. نعم، ده انتوا اللي خطفيني. لا لا لا، دايما ملك بتقولك كده، انت تخطفها وتطلب من باباها الفدية وناخد احنا الفلوس وملك بقى تعمل العملية. انتوا اكيد بتهزروا. لا بجد بجد. وشمعنى انا يعني اللي اخترتوني؟ لاني تورطت فيك وقريت اسمك من الكارت اللي كان مع سالي، فالقدر اختارك من بين كل المصريين. ما هو انا مش مصري. انا من منيا القمح. لا، ما هو من منيا تبقى مصري. والنبي يا فرحتي، افرضي ابوكي بلغ البوليس. مستحيل. ليه؟ معهوش نمرته. بابا بيخاف على سمعته قوي وهيخاف الخبر ينتشر في الجرايد، وعمره ما هيعمل كده. طب لو ما وافقتش يبقى عمري ما همشي على رجليا تاني، والشلل ينتشر في كل جسمي. ينتشر ايه؟ هو حصبة. خلينا في الموضوع، قلت ايه؟ طيب فكوني وسيبوني 3 دقايق مع نفسي افكر. فكي يا سالي. فكيني يا عروسة. خير يا ادهم بيه؟ ده انت مصحيني من نجمه. رشدي اباظه خطف ملك بنتي يا متر. رشدي اباظه؟ طب دي حاجه كويسه خالص. ايه الكويس اللي فيها؟ هو خطفها تمثل معاه؟ بقول لك خطفها. رشدي اباظه مين يا فندم؟ الواد اللي انا طردته من المكتب، اكيد خطفها عشان ينتقم مني. هعمل ايه يا متر؟ يبقى لازم نبلغ البوليس. لا، ما اقدرش ابلغ، لو بلغت ممكن قوي يأذيها. اوعى. انت قافل التليفون ليه؟ هو هيهرب منك؟ مالكش دعوه انت. ايوه يا ادهم بيه،
انا جمعت الكارت وفي التليفون وفي العنوان. ايه ده ايه ده؟ الشارع اللي انتشر ولا ايه؟ وهربتوني بره مصر ازاي؟ الساحل الشمالي دي في مصر برضو؟ ايوه الساحل الشمالي بتاعت مراقيا مارينا. ايه؟ مارينا؟ مارينا بتاعت الاغنية؟ ايوه. طب ده كلام يا جدعان بس، ده كلام يعني؟ ايه بس في ايه مالك؟ الواحد لا جاب معاه مايو ولا عوامة ولا اي حاجة. مايو ايه وعوامة ايه؟ ما تخلصنا بقى. طب هي الحكايه دي هتاخد كام يوم؟ بالكتير قوي يومين. ليه؟ ما نقفل الاسبوع بقى. هو انت جاي تصيف؟ ما تخلصنا بقى، قررت ايه؟ موافق. وانا هعوضك عن اي خساره، اول ما ابويا يدفع لك الفلوس هديك اللي انت عايزه. لا اذا كان كده انا عايز 2000 جنيه انكس بيهم البيت. هرجعهم لك، هرجعهم لك. انا ايه مغسل وشي؟ يا ريت، لحسن الدبان ابتدى يتلم. صدق شكلي هرتكب جريمه. يا واد بتاع السكاكين انت. وانا كمان هقوم اغير هدومي. ايه هتقومي؟ هروح اغير هدومي. عندك مانع؟ لا لا. طب روح عشان اروح اغير هدومي. لا. افضل قاعده كده، انا هفضل تحت رحمه الواد المعفن ده. يا شيخة حرام عليك، كده شكله غلبان قوي، وبعدين ما تحمدي ربنا انه وافق اصلا. غلبان ده شكله لئيم جدا، مش بعيد يكون طمعان اصلا في الفلوس. مش فاكره لما طلب مننا ال 2000 جنيه؟ على فكره احنا مش لازم نطمن له، احنا مهما كان بنتين لوحدنا. معاكي حق، انت بتعرفي الحاجات دي ازاي؟ انا بفهم النوعيه دي. بقول لك ايه، انت متاكده ان محدش هيطب علينا هنا؟ ما تخافيش، محدش بيجي هنا غير في الصيف بس. انا هسيبك شويه. هتروحي فين؟ اجيب اي حاجه ناكلها. طب استني نازله معاكي اما اشوفه بيهبب ايه. يلا ايه ده، الحقي الحقي. بصي فرش الدنيا ازاي. على فين يا شراني؟ هروح اشتري حاجه ناكلها. طب كويس قوي، اجي معاكي عشان انا عايز اشتري شويه حاجات. لا مش هينفع تروح معايا عشان هي رايحه تجيب لي حاجات حريمي. طب هروح معاها ومش هبص. ايه ده وتسيبني لوحدي؟ طب افرض يعني انا عوزت حاجه. هتعوزي ايه بس؟ ما هي كل حاجه مترتبه وزي الفل اهي، مش هنتاخر. طيب يلا. الاقيش معاكي نقطة فازلين ولا حاجة احطها عشان؟ لا ده هو كده حلو قوي بجد؟ يا ربي يا ساتر. ايه ده؟ ايه اللي رجع؟ انا قلت ارجع عشان لو حبيتي تعديل الاريال. ميرسي قوي. طب ممكن بقى تظبطه لي يعني من فوق؟ اكيد ده لعبتي. فوق اهو. طب بسرعه. لا لا ما اعرفش سعادتك راح فين. ده حتى ما جاش في ميعاده النهارده. ده انا حتى قلقانه تكون جرى له حاجه. طيب لما رجع من عند ادهم بيه الشاذلي ما شفتيش البنت دي معاه؟ مين دي؟ يا سلام، ومالك بتقرفي قوي كده؟ دي بنتي اللي خطفها. ايه؟ خطفها؟ انت متاكد انه خطفها؟ ايوه متاكد. ليه؟ عشان انا طردته من الشركه. والله يا سي رشدي، بيعرف يخطف ويغتصب، ما انا كنت قدامه. ايوه بس انت تيجي ايه جنب بنتي؟ بصي في الصوره كويس. شفتها. بص يا ادهم بيه، انا هقول لك الحقيقه، اصل حضرتك قساوت عليه قوي في الشركه، ورشدي ده ولد حساس وطيب، جه هنا منهار.
قعد يسكر ويضرب بانجو، وانا حاولت اهديه ما عرفتش. زقني قال له ايه، وديني وديني يا وادي ادهم، بلا اهرب وقطع قلبك على بنتك. قال يا وادي ادهم مش مشكله مش مشكله، بس هو والله ولد طيب وحساس. في صوره كده لسه. هو احنا هنكلم ابوكي ولا هو اللي هيكلمنا؟ هيكلمنا ازاي بس؟ هو مين اللي خاطف مين؟ وبعدين ما ينفعش احنا اصلا نكلمه من على الموبايل، عشان كده ممكن مكاننا يتعرف. جبت لكم فاكهه وجبن، هخش بقى اعمل لكم سندوتشات. برافو عليك، يلا انزل بقى عشان انا اتخنقت. حاضر حاضر، اكيد كده الصوره جت، بس السلك ده مش عارف ماله. جرالك حاجه؟ لا انا كويس انا كويس. انت ايه اللي وقعك ده؟ انا حسيت ان انا شفتك بتمشي. على فكره بمشي، يا ريت يا ريت اقدر امشي، ده انت بس تلاقي تهيؤات من الوقعه. يا لهوي، معلش تعالى وانا اغير لك هدومك بدل ما توسخ الفيلا. هدومي كلها طاير. يا نهار اسود. الحمد لله ان الدرس سليم. ايه ده، التلفزيون اتظبط. ايه ده، مين الممثل ده؟ ده رشدي اباظه. هو ده بقى يا رشدي، كل ده متغير يا رشدي. لا اصل كنت باخد دش، خلاص خارج اهو. ايه ده ايه وحش؟ لا بالعكس ده حلو قوي، علاماتك مظبوط. لا ده واسع من الصدر شويه على فكره. في انت بتضحك على ايه؟ انا مش قادره اتخيل وانت بتكلم ابويا وانت بالمنظر ده. ايه ابوك عينه دايخه ولا ايه؟ ما تقلقونيش بقى يعني. مش مشكلة، هو اللي هكلمه في التلفزيون. طب يلا يلا. طب ساعتك احنا هناخد اجراءاتنا وهنعمل اللازم، بس تحذير هام، اوعوا الخبر ده ينتشر عشان الواد ما ياخدش حذره وما نعرفش نعمل حاجة. احسن مرة، انا شخصيا مش عاوز فضايح. طب ساعتك لو اتصل نقول له ايه؟ اعرف منه هو عاوز ايه وبلغنا بطلباته اول باول، وحاول تتصل بيه انت كمان. جايز يفتح موبايله ولا حاجة؟ مش مشكلة، انا حستناه لما يتصل هو براحته، بس اهم حاجه السريه التامه. حاضر نستاذن. السريه التامه. حاضر حاضر. هشام باشا، ها في اخبار جديده؟ بقيت عند ملك. اوكي يا حبيبتي، سلمي لي عليه. ماشي يا ماما. ماما بتسلم عليكي. سلمي لي عليها قوي. باي باي يا حبيبتي. باي باي. الحمد لله، كانت عملت لي يومين اجازه، يعني خلاص كله بقى تمام. ايوه يا عم، بقينا نعرف نخطط ونقول اهو. شفتي بس حركه قميص النوم دي هتخلي رشدي يتحبس طبيعي. اما حته صدفه. صدفه ايه يا بنتي؟ ده كله متخطط هنا، بتفهمي بقى؟ برافو عليكي. هو بيعمل ايه كل ده؟ يا ابني اسمعني، حد اللي عليك تاخد عيني كمان. بص بص بص، زعلان ازعل ازعل، نص نص. ايه ده يا نانسي؟ انا غلطان ان انا توعتكم ولبست الزفت ده، انا لازم اشوف حاجه تانية تتلبس. احنا جايين نخطف ولا نهزر؟